بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم بخير، عيد مبارك عليكم، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. ما شاء الله بشاير العيد، اللحمة والبطاطس المحمرة والمقبلات، المش والمخللات والسلطات الخفيفة، يعني ما شاء الله تبارك الله. العيد خيراته كثيرة والأصناف فيه حلوة وجميلة، إن شاء الله يا رب ربنا يعيد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب العالمين. أنا بتمنى الخير لأسرتي الصغيرة ولأسرتي الكبيرة ولكل الأهل والأحباب ولأجمل متابعين في قناتي، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. الليلة معاكم في طريقة تجهيز المش، وطبعا ما اتمكنت من انه اعمل المش بالطريقة بتاعة التجفيف وكده، نشيل منه الموية وكده، في طريقة تانية طويلة، بس الطريقة دي سريعة وجميلة وبتدي نتائج حلوة جدا جدا. قدمت معاه حاجات كثيرة، وده المخلل صراحة كان جميل. خللت الجزر والزهرة، زهرة القرنبيط والفلفل الحار والخيار، مخللات كانت جميلة، والمش طلع رهيب. ما أقول لكم، طبعا عشان نعمل المش بنحتاج لنوعية بتاع الزبادي تكون كويسة شديد، وإن شاء الله وبإذن الله في الطريقة دي حتحصلوا على نتيجة حلوة وبدون أي مجهود وبدون أي يعني تعب، وهي طريقة سريعة. يعني زي ما شايفين المخلل طبعا كان هش وجميل جدا جدا. عشان نعمل المش بنحتاج إلى كيلو من الزبادي، أنا عملت كيلو من الزبادي، الكيلو عليه ملعقة كبيرة من الحلبة وملعقة صغيرة من السكر وملعقة كبيرة من الملح، والملح حسب الرغبة، وملعقة كبيرة من حبة البركة، وقرون من الشطة أو الفلفل الحار حسب الرغبة، والثوم. ونحتاج إلى كونتينر أو حافظة تكون زجاجية وتكون معقمة جدا، عفوا تكون نظيفة ومجففة ومعقمة، لأن نحن بنتركه ليلة خارج الثلاجة. السكر هنا يعني وظيفته بيوازي لي الطعم، بيوازن الطعم بتاع المش. وفي بعض الأشخاص يعني بيضيفوا ملح ليمون، بس أنا بفضل السكر. وزي ما قلت الكونتينر تكون نظيفة تماما وجافة ومعقمة. التعقيم ده يا جماعة بالموية الدافية. في البداية باخد الكيلو بتاع الزبادي وبضعه على الإناء اللي أنا عايزة أعمل فيه المش. الزبادي ما شاء الله يعني نوعيته كويسة وجامد. هنا ما ممكن نحن نعمله بالروب، الروب ده عندنا اللي هو اللبن الرايب، لأنه قوامه سائل وحامض شديد، فبنحتاج إلى زبادي. باخد زي ما شايفين كل العبوة بتحت الكيلو بفرغها، وأضيف عليها الملح والسكر، وطبعا الملح يعني حسب الذوق. بضيف حبة البركة اللي هي ملعقة كبيرة، وإذا كان نص كيلو بعمل ملعقة صغيرة من حبة البركة، وباخد الملعقة بتحت الحلبة، والحلبة وحبة البركة الاثنين مغسولات ومجففات تماما. بالنسبة للثوم انا بعمل فتحة كده في الثوم بالسكين، بحيث انها تكون يعني مفتوحة عشان النكهات بتاعتها تطلع وتتجانس مع بقية المكونات، يعني ما بفتحها كلها يعني للنص كده. وكمان القرون الخضراء بتحت الفلفل الحار او الشطة الخضراء كمان بعمل فيها فتحات بنفس الطريقة دي. زي ما شايفين، وبرضو بضيفها.
وكده بقوم اضيفت كل المكونات، بقوم اجمع الحاجات دي مع بعض وادمجها كلها لغاية ما تتجانس تماما مع بعضها البعض، يعني نخلطهم تماما مع بعض بالاسباتيولا او باي ملعقة خشبية بنفس هذه الطريقة عشان النكهات تتداخل والحاجات تتعايش مع بعضها. كده انا خلصت المرحلة الاولى من تجهيز المش، وزي ما شايفين ما شاء الله القوام جميل. بغطيه وبتركه لمدة ليلة كاملة خارج الثلاجة، وبخليهم كده ياخدوا ويدوا مع بعضهم، وبدخله تاني يوم الصباح الثلاجة. وزي ما قلنا كان جميل ورائع، وإن شاء الله يا رب يعني تعجبكم الطريقة، وأتمنى الاشتراك في القناة ودعمها. وأنا شاكرة كثير للناس المعاي، والسلام عليكم ورحمة الله.